بقول ايه ميمون؟ ايوه يا ست سكسكه. المدرسه دي عجيبه كده ليه؟ عجيبه في ايه؟ في ايه؟ ما فين الطلبه؟ هو النهارده يوم اولياء الامور ولا ايه؟ لا دول المدرسين. مدرسين؟ اه. ودول لسه ما طلعوش على المعاش؟ بيدرسوا لغايه دلوقتي ازاي يعني؟ لا ما دول بيسا جايباهم اهل الخبره. خبره؟ اه امال انت عايزاهم يجيبوا يعني مدرسين جداد من بتوع اليومين دول عشان يتعلموا في الطلبه؟ والله وهم فين بقى الطلبه يا حبيبي؟ اه صح، فين الطلبه؟ في الفصول. فصول؟ ايه بقى ما جيتش ليه؟ طبر. تقول حاجه يا ميمون؟ لا بقول لا. تعالى تعالى. اهلا وسهلا، اهلا بالطالبه الجديده. انا مستر شحاته الناظر، ناظر المدرسه. ايه ده وتعمل كده ليه؟ يلا يلا عشان تطلعي على فصلك. فصلي؟ ايوه ثالثه اول فوق. هو في ايه؟ شيلوها. في ايه؟ شيلوا. ميمون والله العظيم ما عملت حاجه. ميمون ده انا هتفرق كده النهارده. يلا على فصلك.